ما كادت شمس الصباح تطلع ها هنا حتى اكتشفنا ما في المكان، ما كان مخبأ وراء ستار ظلا. أطفال أبرياء لم يجدوا من اللعب والهدايا إلا حطام الدبابات، لا مكان يلعبون به إلا بين حقول الألغام والقنابل. منها هنا كانت رحلتنا، رحلة إلى ما وراء الزمان وحكايات المكان والمكان. كثير هو الحديث عن جدار برلين، وأكثر الحديث عن جدار الحديدي الفاصل بين أمريكا والمكسيك، لكن الصمت كل الصمت عن هذا الجدار، جدار الذل العازل الذي قسم الشعب الصحراوي إلى نصفين، نصف غرب الجدار وآخر شرق الجدار. هذا الجدار يحمل من الألغام الملايين، مدجج بآليات وعساكر مغاربة احتلت الصحراء الغربية وقسمت الشعب الصحراوي. هذا الجدار هو النسخة الأصلية لجدار الضفة الغربية. الحكاية قد لا تكون بسيطة، والحكاية بحق هي طويلة وطويلة. توالت على القصر الملكي بالمغرب سلسلة الهزائم المتتالية، وهو يحاول من خلال حرب احتلاله إبادة الشعب الصحراوي. لكن أحلام الملك الحسن الثاني تبخرت عند لحظات الاحتلال الأولى، بل تكسرت كل خططه على فوهات بنادق الثوار الصحراويين. توالت هزائم المحتل المغربي وانتصارات المقاتلين الصحراويين، لها حكايات وحكايات وللتاريخ ما يقول. بدأ الحسن الثاني يبحث عن العصا السحرية، علىها تخرجه من دوامة النكبات والهزائم المتتابعة. بشكل مفاجئ
الحسن الثاني يذهب إلى فرنسا كفلة، وهي ذاك الصديق الوفي للمحتل المغربي. بين كواليس قصر الإليزية، الحسن الثاني يلتقي بكبار ضباط الفرنسيين والإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق رياض شارون. هذا الأخير يقنع الملك المغربي بضرورة بناء أحزمة ذات طابع دفاعي لعلها تنفعه قليلا. وهنا بداية الحكاية. وحدات زلاقة، وحدات أحد، وحدات العراق أي الأمال، وبعد خروجهم جميعا من حصار الزاك الذي دام 3 أشهر متتالية. حصار الزاك قاده المقاتلين الصحراويين وطوقوا خلاله القوات المغربية من كل اتجاهات ولمدة 3 أشهر. انسحب المقاتلين الصحراويين بدون خسائر تذكر وبغنائم كثيرة. بعد ذلك وحدات زلقة وأحد وأراك تتجمع وتعيد تشكيلها وتزود بكل التعويضات الضرورية من أفراد وعتاد ومؤن. اتخذت منطقة طيح بين طنطان والمدينة المحتلة موقعا لها تحسبا وترقبا لأوامر جديدة غريبة آنذاك. وفي شهر 8 من سنة 1890 بدأت وحدات الاحتلال المغربية هاته تتجه إلى منطقة رأس الخنفر، وهي منطقة توجد بين أسمار المحتلة والطنطان، والغرض من اتجاهها إلى هذه النقطة هو القيام بمهمة غير معهودة لها أصلا، ألا وهي حماية وحدات المهندسين ومساعدتهم على القيام ببناء حزام سيطلق عليه اسم الحزام النافع. فهل نفع بشيء؟ على ساحة الميدان، ففي الوقت الذي تجري فيه المعارك بين الصحراويين وقوات الاحتلال المغربية، مئات الجرافات تعمل ليل نهار، وهي تقوم بتمشيط وقت لاعي الأشجار وتحريك الأراضي. وهنا كانت بداية جدار الظل العازل، ذاك الجدار الحزين. على بعد آلاف الأمتار ومن كل الاتجاهات يبدو لك هذا الجسم الغريب يمد أطرافه كأخطبوط عملاق، لم يجد له مكانا إلا أرض الشعب الصحراوي هنا. مهما اختلفنا على تسميته، الجدار الحزين أو الأخطبوط العملاق أو جدار العار، إلا أننا لن نختلف أبدا على كونه جريمة ضد الإنسانية لا تزال تواصل تحديها للجميع بألغامها وأسلاكها الشائكة وحفرها وأسلحته المختلفة، وهي معززة بآلاف الجنود وملايين الدبابات. Thank you.
جدار العار هذا يبلغ طوله 2720 كيلومتر، تمت إقامته على 6 مراحل. يقوم بحمايته 120,000 جندي محتل، وبه 240 مربض للمدفعية الثقيلة، وما يزيد عن 20,000 كيلومتر من الأسلاك الشائكة، ناهيك عن آلاف المدرعات، وهو يحمل أكثر من 10 ملايين لغم مضاد للأفراد. مر بناؤه بعدة مراحل. الجدار الأول، وكان المحتل يطلق عليه اسم الجدار نافع، ابتدأت إقامته في شهر أغسطس سنة 80 900 و1000. كان يمتد من منطقة رأس الخنفرة شمالا حتى بوجدور، جنوبا مرورا بمنطقة خريبيشات ورأس العامرة والسمارة والسكن، ويبلغ طوله 300 كيلومتر. أما الجدار الثاني طوله 500 كيلومتر، تم الانتهاء منه في ماي 82 900 و1000. الجدار الثالث يمتد على طول 300 كيلومتر، شرع في أعمال بنائه في شهر كانون الأول 83 900 و1000، وانتهت الأشغال منه في 84 900 و1000، وقد انطلق من الجنوب الغربي لبكرة ليضم أمقالة. الجدار الرابع يمتد على مسافة 320 كيلومتر، أقيم في أبريل 84، ينطلق من الزاك إلى بلدية جدارية وحوزة. الجدار الخامس يبلغ طوله 380 كيلومتر، تم الشروع في بنائه كانون الأول سبتمبر 84، وانتهت الأشغال منه 85 900 و1000. الجدار السادس يمتد على مسافة 670 كيلومتر، تبتدي من جنوب غرب أمقالة وصولا إلى البردات. رغم الحواجز والأحزمة الكثيرة، رغم القنابل والألغام، ورغم آلاف الدبابات ومئات الآلاف الجنود قاتلين الصحراويين، اجتازوا كل هذه الحواجز واستطاعوا إلحاق خسائر لا تنسى، وانتصارات كثيرة حققوها على المحتل المغربي. بعدما استخلص الجيش المغربي عدم جدوائية الأحزمة الرملية لوحدها، هكذا أعد هذا الجدار كداعم قصد القيام بعرقلة الثوار الصحراويين. لقد ظهر إلى الوجود هذا الجدار الحجري سنة 87 900 و1000، بعدما استخلص الجيش المغربي عدم جدوائية الأحزمة الرملية لوحدها. ليس هذا فقط، بل أضاف كذلك المحتل المغربي الأسلاك الشائكة. الأسلاك الشائكة وهي حواجز توجد على طول الخط الدفاعي، وتقع أساسا أمام نقط الدعم والمراقبة بمسافة 50 متر. تتكون هذه من عدة أسلاك تتقاطع فيما بينها. رغم هذه الأسلاك الشائكة والحائط الحجري الطويل، ورغم الأحزمة الرملية الكثيرة،
المعززة بآلاف الدبابات وملايين الألغام. قوة الاحتلال المغربية لم تنفعها كل هذه العراقيل وكل هذه الاحتياطات، بل أن المقاتلين والثوار الصحراويين واصلوا انتصاراتهم ومعاركهم لانتزاع حقهم الثابت في أرضهم صحراوية مستقلة. قرروا رغم كل هذا إضافة حفر مضادة للدبابات. يقام بهذه الحفر قصد عرقلة تقدم الدبابات والآليات الصحراوية. وقد تتواجد مخفية ما بين حزامين رمليين، ولهذه الحفر عمق تقريبي من مترين إلى 3 أمتار وعرض من متر إلى مترين. كما هناك كذلك الحواجز المتفجرة. عن حقول ألغام مكونة من ألغام مضادة للدبابات وأخرى للأفراد تمتد على طول الجدار وبين الأحزمة والأفلاك الشائكة. من كل 4 إلى 5 كيلومترات يوجد وحدات من الجيش المحتل المغربي. تتكون هذه الوحدة من 100 جندي، وتلحق بها وحدات أخرى مصغرة قد يبلغ تعدادها من 30 إلى 40 فرد، كما أن هذه الأخيرة تبعد عن الأولى بحوالي 3 كيلومترات تقريبا. لكل وحدة أسلحتها الخاصة، كما أنها مدعمة من الخلف بالدبابات والمدفعيات والرادارات، وكلها سيكون خلف أسلاك شائكة وحقول ألغام وأحزمة رملية وأخرى حجرية وخنادق وحواجز ملغمة. الحواجز الغير متفجرة وهي الأحزمة الرملية تمتد بدون انقطاع على طول الجدار الحزين أو جدار العار. هذا الجدار تصل في بعض المناطق إلى 7 أحزمة متتالية، وقد يبلغ ارتفاع الواحدة منها إلى 3 أمتار. إن هذا الجدار جدار العار أو الجدار الحزين. حزين لأنه بلا فائدة، حزين لأنه وضع في المكان الخطأ. ونقول للعالم إن 30 سنة من اللجوء من التشرد كفاية، نقول كفاية لهذه الظروف، كفاية لهذا التمزق، كفاية لهذا التشتت العائلي، كفاية لهذا الجدار الماثل فوق هذه الأرض يدنسها، يجسد جريمة ذل وعار حقيقية. هذا الجدار وضعه المحتل في قلب الصحراء الغربية، يقسم شعبا كاملا ووطنا منذ 40 قرن على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. إلى هذا المكان وأمام هذا الجدار، الجدار الحزين، يأتي إلى هنا آلاف المتضامنين مع قضية الشعب الصحراوي، وهم يصرخون بأعلى صوت من أجل رفع وكسر الصمت المطبق على هذه الجريمة. رغم أنه مشيد من الحجارة والإسمة المسلح وملايين وآلاف الألغام، لكنها لم تمنعنا أبدا هذا اليوم من أن نلمسه عن قرب بأصابعنا، ونحن لا نبحث إلا عن شيء، إلا عن وطن سليب يوجد هناك. نطالب بالاستفتاء العاجل من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي.
لبناء دولة على أرضه، حقه مقدس، كما نطالب بإزالة جدار العار الذي خيمه على سياسات حكامنا. عاشت الصحراء الغربية، عاشت الصحراء حرة. نقول أن هذا الجدار يأتي خرقا لكل المواثيق الدولية، يأتي خرقا للقانون الإنساني الدولي، يأتي خرقا لكل الاتفاقيات الدولية. كما نطالب باسم المجتمع المدني في الجمهورية الصحراوية المنتظمة الدولي بالضغط على النظام المخزني في المغرب لاحترام قرارات الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. هذه الشرائح تنضم لترفع صوتها عاليا من أجل التنديد بإزالة، من أجل المطالبة بإزالة هذا الجدار، جدار الذل والعار، هذا الجدار الذي لا مكان له اليوم في عالمنا المتحضر. كشرائح تمثل جزء كبير من هذا المجتمع، نقول للمجتمع الدولي أن صبرنا قد نفذ، وعلى الأمم المتحدة أن تقف مع التزاماتها الدولية، تنظم الاستفتاء إن أشاءت، وإن لم تشأ فإن إرادة الشعوب كاسحة، كاسحة كالفيضانات، كاسحة ستجرف كل من يقف في طريقها. نقول أن صبرنا أصبح يتضاءل شيئا فشيئا.